مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء والتواصل دائما من خلال لقاكم الفني الأسبوعي على ميد راديو، جلسة فنية ساعة من الزمن غنقضيوها مع فنان شاب شرفنا اليوم في هذا العدد من جلسة فنية، تكون فرصة نقربوكم من طموحات ديالو والعشق ديالو للموسيقى والتألق ديالو في أداء مجموعة من أغاني الشهيرة، ومن بعد خرج مجموعة من الأغاني ديالو طموح صوته. كل المتتبعين طبعا خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي يجمعون على الجمالية الصوت ديالو. اليوم جات المناسبة باش نهضروا على مجموعة من الأمور. هو ولد الرباط مستمعينا الكرام، فيها تزاد وفيها ساكن، عشاق الموسيقى من الصغر ديالو كيف ما قلنا، حب الأغاني عبد الحليم وفتح الله المغاري والبشير عبدو، الحب ديالو نهاد الناس خلي يتأثر شوية ويشتهد ويخدم، وغنى كذلك أو قولوا تأثر في البداية ديالو برواد الراي، استحضروا منهم أحمد وهبي واستحضروا منهم أحمد العنقة، سماع المامي وحسني وخالد، وشارك مجموعة من المسابقات الغنائية منها كاستينغ ستار، وشارك كذلك في ستوديو دوزان، كانت عنده إطلالة في بعض البرامج عندها علاقة بالموسيقية الشبابية، استحضر 100% شباب أو 100% شباب. بالموازاة العشق للموسيقى حب على أنه يدرس أكاديميا ويطور رأسه أكاديميا، حصل على دبلوم في التدريس ودبلوم في الصحافة وإجازة في الدراسات الإسلامية، ودابا كيتابع الدراسة ديالو في علم النفس. نزل في اليوتيوب مجموعة من الكوفر كما قلنا، المجموعة من الفنانين مشهورين بحال خالد عبد الحليم مجد الرومي محمد الحياني وبعض الأصوات الشابة كذلك، ما نقولش عود الأغاني ديالهم قد ما غنقول عطاها الإحساس ديالو كذلك من خلال التواصل مع المعجبين والمتتبعين ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي. غنى أغاني خاصة به بحال مولات الفولار وآه من آهاتي يمكناس ومجموعة من الأغاني، ما غنطولش عليكم لنطوله نقصره لنقصره نطوله اليوم في الحديث ديالنا. وبدر العبودي بادئاً لذي بد، وش بدر العبودي ولا بدر العبودي؟ شكرا جزيلا وتحية للمقدم الرائع سي هشام، مرحبا بك خي بدر، والوجود والتواجد ديالنا في هذه المحطة الراقية اللي دائما رائدة من بين المحطات يعني اللي عندها الريادة والسبق في المجال يعني الإعلامي برمته في المغرب. الاسم الكامل بدر العبودي. العبودي العبودي اكيد. نعم هذا بغيت باش ننطق اسمك صح. لا لا هو في القراءه ممكن نقراوها العبودي اكيد، ولكن في النطق نقولوا العبودي. العبودي أكيد. مرحبا بك خي بدر في الحديث وفي التقديم ديالي، ربما بديت الاشاره انك ولد الرباط، تذكر معنا الحي في اللي زاديتي. العكاري. العكاري. العكاري وما ادراك ما العكاري. يا خي تما قريتي الابتدائي ديالك؟ لا لا قريت في مدينه سلا. مدينه سلا. نعم مدينه سلا. اذا مواليد الرباط والدراسه في سلا اكيد. نعم الابتدائي ديالك الاعدادي الثانوي. شنو الابتدائي اللي قريتي فيه؟ مدرسه المفتي ابي بكر زنيبر. نعم هذا الابتدائي. الاعدادي الحسن بن الهيثم. والثانوي العلامه محمد الصبيحي. فيها اخذتي البكالوريا ديالك؟ أكيد. نعم اهتمام كان عندك ادبي بالتاكيد. اكيد ادبي. نعم. ومن عشاق اللغه العربيه واتحدث بها بفصاحه كبيره. نعم دليل مخارج الحروف سليمه يا صديقي. اكيد والله العظيم اذا 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 توضعت وسمعتي الشهادة ديالي نقول لك أكيد أكيد. يقولوا ما سليم أو مخارج الحروف سليم ونطقه سليم. ياك سيشا مرحبا بك. إذن الاهتمامات الموسيقية كيفاش بدأت العشق للموسيقى؟ هل هناك مرحلة دار الشباب؟ هل هناك مرحلة المخيمات؟ أكيد أكيد. نعم. بالنسبة للاهتمام بالموسيقى يعني البوادر ديالو أو الإرهاصات ديالو الأولية بدأت من خلال تأثرنا بالأشرطة، أنت تعرف جيل الثمانينات. نعم. الأشرطة الكاسيت. كاسيت. من الجهتين. الجهتين. نعم. داك التأثر خلانا نسمعوا داك الرواد ديال داك المرحلة، سواء فن الراي، كنا متأثرين ببروز النجم الشاب خالد، بعد وفاة المرحوم حسني بدأت تظهر يعني
القدره ديالو على الامتاع تاثرنا به، كذلك تاثرنا برواد الموسيقى المغربيه الاصيله. انا ذاك تاثرت بصوت فتح الله المغاري، بصوت البشير عبده، بصوت تلة كبيرة العملاق عبد الهادي بالخياط. نعم هذه الموهبة ولا التأثر؟ هذا التأثر. نعم الموهبة كتنزل إرهاص الغناء ولا الإيمان يمكن الإيمان بك بأنه بدر يمتلك صوتا جميلا. أكيد أكيد أنت تستطيع أن تستشف يعني القدرات ديالك من خلال إعجاب الناس بصوتك. مزيان. أولهم الأهل والأحباب. أكيد الأهل والأحباب عاشوا معك، يعني يعرفون أن لك قدرات صوتية، ولكن الأجانب أو الأصدقاء الدراسة أو زملائك عندما يسمعون صوت تؤدي مثلا مقطوعة لخالد وأنت بسن معينة يقولون لماذا نعم حاول أن هم من يشجعون. أكيد يشجعون الأقارب والوالدين ربما يكون عندهم الرفض في البداية. ليس الرفض ولكن الدراسة أولا. أكيد يخافون أن يعني تتأثر طريقة تمشي في غير مسارها الصحيح، والمعلوم أن الأهل يحبون أن يكون أولادهم يعني مسارهم الدراسي جيد. أساتذة ومحامون أكيد علية القوم آخر ما ممكن أن تفكر أن تكون فنانا. أكيد لا العظيم ولا دخلتي معهم في شي نقاش يقول لك شوف الفنان شوف على الأمثلة صافي كيعطيوك غير إذا هاد ربما غفل المفارقة العجيبة هو أنه إحنا مني كتكون كتضرب في شي سطل ما كتعرفش شي صندالة مني جات. لا لا أنكر عكس ربما أنه بين قوسين ليس استشهاذا بالغرب، ولكن الغرب إلا شافوا كيدندن ربما كيقول أنه محتاج لآلة موسيقية. لا 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 ولكن بكل صدق بكل صدق كي أكون أمينا يعني في قولي، الوالد ديالي يعني يشجعني ولا زال دائما. نعم يقولوا لي كن ناجحا ولو كنت تمتلك يعني لك شهادة دكتوراه في الرقص. نعم. المهم أن تكون مبدع في في ميدانك. داكشي اللي خسرت. وأنا يعني هذه مسائل جيدة. عودة إلى حديثنا، تأثرت بهؤلاء وبالدرجة الأولى تأثرت بالشاب خالد. نعم كنت أؤدي بطريقتي. نعم ولا زلت. نعم الطريقة إذا سمعت كاين فيديوهات مجاعة علاش تلوموني يعني بطريقة التي أحافظ فيها على إيقاعي وعلى أفكاري وشخصيتي دون أن أحس أنني أقلد هرم من الأهرم، لأن التقليد أنا لا أحبه. وخالد راه مطرب. أكيد أكيد مطرب وتتحدث عن مدارس. صحيح كما قلنا يعني قبيلة تتحدث عن سلطان الطرب، عن جورج واسوف، تتحدث عن مدرسة مستقلة. صحيح ليس شخصا أو مطرب يطرب يعني هرم أو فيروز أو خالد في مجال الرأي. صحيح هذاك التأثر يعني خلق لي فكرة، ودائما يعني كان نوع من الخجل، كونوا صريحين أو صراحة. نعم نوع من الخجل شنو هي؟ الطبيعة ديالك كانت خجولة. أكيد أكيد المواجهة. أكيد أكيد لا أستطيع المواجهة يعني أمام مايك قد قد يغ... لا 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 دابا شبهة وسطيحة دابا عطى الله عطاه راه عندنا من احنا ما نخرجوش. لا من... أكيد هذا عامل من العوامل. صحيح نذكره ونتذكره اللي هو ملي كتشوف الساحة الفنية الآن مليئة بشي نماذج مع احترامي لها والفن ديالها، ولكن أين هي الكلمة؟ أين هو الصوت؟ أين هو أين هي الرسالة؟ ربما مجموعة من الناس ما يعجبهمش الحال يقولوا كيف لهذا الشاب وهو في بدايته أن يكون له هذا الحكم؟ بدايته بالنظر إلى الصورة التي رأوني بها، لأن ليس كل فنان مشهور وليس كل مشهور فنان. نعم صحيح نعم وأنت فنان لكنك مغمور يا صديقي. الحمد لله الحمد لله. نعم هذا صفة مغمور كما يوصفك بمغمور. لما ترجع الأسباب لكي أكون منصفا، أسباب ذاتية تعود لي أنا، لأن هناك نوع من التردد في دخول الميدان، لأن ميدان الغناء أو ميدان الفني بصفة عامة ليس بالسهل. نعم صحيح ميدان يحتاج الموجود والخارج. ميدان يحتاج إلى قوة نفسية، إلى جرأة، إلى تحمل ردود الأفعال، إلى تحمل انتقادات الآخرين وأموال كذلك. أكيد أكيد وقد أكيد شو لا نراهم الزاوية التي تعجبونا. أكيد أموال كاينة ولكن من الزاوية أخرى هل لديك الجرأة كلاعب كرة القدم عندما ترى هناك لاعب مثلا، سأعطي مثلا يعني ولو بسيط، مثلا تشوف مثلا كريستيانو رونالدو كيف يمكنه مواجهة جمهور من 100 ألف متفرج يسبونه مثلا عشان تكون عنده هذا يعني كاين ستاف تكنيك اللي كيشوفوه صعيب جدا. اللي ما قادرش يدخل لهاد الميادين بحال هكا يحاول، مع احترامي لبعض الفنانين اللي اذكياء اللي غنجبدوا عليه الهضره، انهم عرفوا يتعاملوا مع هذا الميدان وعطاو واحد الصوره جميله
بدون السماح للاخرين بان ينتقدون بديك الطريقه الهجوميه. صحيح نعم. هذا ذكاء. كاين اللي يعرف بانه يكسب الجمهور الصالح بطريقه وي... كان طاح في الاشكاليه القبول والرفض. ربما انه كان الرفض في الاول ومن بعد اصبح القبول. وكان من فنان العلاقه كانت عكسيه، كان القبول في الاول ومن بعد اصبح الرفض. وهنا يا مشكل وارضاء الناس غايه لا تدرك، غايه لا تدرك. صعيب جدا، راه ما يمكنش يكونوا كنعجبوا الناس كاملين، حتى لو كنا كننزلوا الدمياطي كيف ما كنقول، الدمياطي فيما هو غنائي. صعيبه هذه. على العموم بديتي كتنزلتينا تذكر لا قبل من الكوفر، واش نزلت عملتي شي حفله مثلا؟ كانوا حفلات يعني عاديين. نعم قبل ما قبل ما انا الفكره ديال اتصال بمواقع التواصل، مواقع التواصل لقيتها. علاش لقيت؟ لقيت واحد القوه تاثير رهيبه. مثلا واحد المره يعني قالوا لي شي اخوان، قال لك تقدر تعاود داك رائحه المال والبنون مسلسل داك الو زمان. انا عاودت يعني شافوا شي اخوان في مسرح هذه اول اول ما لا 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 في كوفر كنت كندير لي كوفر، ولكن بهذه اثرت بزاف عجبت الناس. صحيح انا اعتقد انها هي من كلمات السيد حجاب، وكانت من غناء علي الحجار. علي حجار اللحن بليغ حمدي على ما اظن. ولكن تاثرت بها لان الصوت فيها جهوري وقوي. ولا ولي تولوه يخسر مصيره. صحيح. وهذه بقاتنا في الذاكره. بقات لنا واحد المسرحيه واحد المره. وي عند ارتباط سواء بالمولود التاريخي الجيل الثمانينات ولا مسلسل، عندما كنا نقبع في منازلنا وننتظر تلك الحلقه حتى يطلع علينا. الراحلون. يعني يوسف شعب الراحل، عبد الله غيث الاباطره ديال التمثيل. نعم صحيح. اذا من طلقه انطلاق بقاو الناس كيطلبوا لي مثلا، كيقول لك دير هاد كوفر كذا. هاد لي كوفر اللي كنت كندير ولو بشكل بسيط باداء لا يحتاج يعني الامكانيات ماديه بقدر ما يحتاج الى ان تغني بمتعه وبصدق. نعم. وباحساس. هذا ما راهنت عليه في الاول. اكيد اكيد. نعم. اغني لانني استمتع. صحيح. اكيد لا افكر ان اعجب او لا افكر انني اقتسم مع الاخرين لحظات صدق. نعم. فيها صوت، فيها صوره الحمد لله، وتتقاسم مع الاخرين. هذه اللحظات عرفتني باناس. نعم. من ضمنهم سي سامي عارف. سامي عارف طبعا هنايا. تحيه صادقه ليه. تحيه لسي سامي عارف. كان سمعني في شي مقطع غربي فار واي. وي قال لي والو، قال لي اخويا تجيب لي ديك الاغاني. مسكين يعني. صحيح. مزيان. كان من الله يكثر خيره يعني امن بالموهبه وكذا، وبالفعل وليت كندوز الاغاني ديالي في الميد راديو. نعم منهم كدوز عندنا اغنيه من اهاتي. من اهاتي اللي غنهضروا عليها عاوتاني فيها. صحيح ان شاء الله. وهي اللي غنسمعوها واخا. اكيد لينا الشرف. اكيد يلا نسمعوا من اهاتي طبعا بصوت بدر للاشاره العبودي. هي نعم. الكلمات ديال الاستاذ عادل بن ناصر المقيم بالديار البلجيكيه. والالحان ديال الدكتور صالح بومسمار، والتوزيع ديال الاستاذ المبدع الحسين العياطي، والغناء ديال فاطر العبودي. نعم غنهضروا على كيفاش تلاقيتي هاد الناس هذوما، بما انه ملي كيكون العشق للموسيقى ومن بعد كننزلوا بلي كوفر في اليوتيوب، كيفاش ممكن تلاقاو ناس اللي ممكن يعطيونا الكلمات ويلحنوا لنا من اهاتي نهضروا عليها من بعد ما نسمعوها، وهي بصوت بدر العبودي ضيف هذا العدد من جلسه فنيه. ونزيدك من آهاتي، حبيتك كنت كل حياتي. ونزيدك من آهاتي، حبيتك كنت كل حياتي. وهبتك قلبي روحي ودرتك أنا بعويداتي. ونزيدك من حبيتك كنت كل حياتي. من اهاتي بصوت بدر العبودي اللي معنا في هذه الحلقه من جلسه فنيه. نبدات اول اغنيه. هذه اول اغنيه سجلتيها؟ لا لا
اول اغنيه كانت اللي تسجلت بشكل رسمي هي ديال مكناس. وكانت عندها واحد يعني واحد سياق معين. شنو السياق؟ السياق هو راديو ارابيل. نعم. ديال بروكسل اللي المحطه ديالو في بروكسل كان كيحتفل بيوم وطني ديال مدينه مكناس. مكناس نعم. تواصلوا مع الدكتور صلاح بومسمار ومع الاستاذ كريم برينيشا واش ممكن توجدوا لنا اغنيه يعني ظرف قياسي. نعم. على مدينه مكناس. على مكناس. نعم. وفعلا توجدت الاغنيه وتلحنات وتقادت وكانت اول اغنيه وتبتت انا في المدينه. نعم. ومن بعد جو مجموعه من الاغاني. نعم. علاش ما بغيتيش تجي تسرق شويه الشهره وتخرج انه بما ان كاين مجموعه من الكوفر منزلين في اليوتيوب وعندك مجموعه من الاغاني سجلتيها هاد المسابقات الغنائيه اللي تقدر تعطيك واحد الشهره يعني عادي غادي تقصر تقصر عليك تقصر على المسافات. كاينه مجموعه من المسابقات عمر ما فكر بدر خصوصا زعما باقي شاب انت مولي 1980 يعني. نعم. عندك هاد الامكانيه المشاركه فقلت في التقديم ديالي لكاستينغ ستار ياك وستوديو دوزام. نعم. شنو الضروب عندك المشاركه في هاد جوج المسابقات؟ التجربتين يعني ديال المشاركتين السابقتين في برنامج ستوديو دوزام وكاستينغ ستار الظروف كما قلت لك جو سي با يمكن الاخوان اللي مكلفين باللجنه عندهم رؤيه معينه. انا كان تركيزي معين في ذاك الفتره على اغاني الشاب خالد وعلى الراي وما يمكن بغاو ما هو هما كانوا كيركزوا اما شرقي ولا اما شي مغربي ثقيل الاصيله. دونك ناهيك على الظروف ديال تل ديال ديال داك تباري كانت يعني زعما مع احترامي ليهم ولكن ما شفتي في حالي ظلموك فيها ما نهضرش على الظلم ولكن على السياق عجيب جدا. بحال يوم الحشر كتلقى واحد العدد كبير ديال الناس كيتسناو واحد ظروف توصل عيان عند ماشي داك الشيء راه بحال لي صمدوخ بالشمس ماشي داك الشيء اللي كتوقعوا هذه. والمساله اللي كنركز عليها ان الفن يعني مساله ديال الحب. ديال الاحساس. الا ما كنتيش مرتاح راك ما غتكونش مبدع. صحيح. الدليل على ذلك مطربين كبار ملي كيوصلوا لخشبات المسرح بعض المرات كيتلف حيت ما كيكونش مرتاح. ولكن ملي كيكون مرتاح يزيد عرب معينين يتفاعل مع الجمهور. نعم. داك المساله هذاك يعني تخرج عن اطار اي صحيح وما فكرتي شي تجربه اخرى ديال الاعاده. نعم. يمكن الان شفنا مثلا عرب ايدول شفنا ذا فويس يمكن نقدر نعاود التجربه. نعم. ولكن نشوفه في برنامج كما قلتي ذا فويس مثلا voice. ذا فويس لان الاصوات اللي عند الناس صحيح الناس قالوا لي يعني ممكن وكذا وكذا وكتفكر فيها علاش لا. نعم. بيان سور. كيف تلقيتي مع هاد الناس اللي تعاملتي معاهم في الاغاني ديالك؟ احنا قلنا بانه الجمهور ديالك بديتي كتكسبو شويه في اليوتيوب. نعم. فعلا لقيت الجمهور باللواتي دابا مثلا الدكتور بومسمار كيفاش بومسمار كاملين دابا مثلا كتلقى مثلا مجموعات كبرى في الفيسبوك. نعم. على سبيل المثال للحصر كرياتيف براندز لابيرو ماروكان مجموعات كثيره. نعم. مجموعه كتصيفط لها اغنيه كيبقاو الناس كيعرفوك كتلاقى مع مخرج تلاقى مع فنان تلاقى مع منتج تلاقى مع صحفيه. نعم صحيح. صحفيه ديال الاتحاد الاشتراكي الاستاذ ايلان قرشاوي كتبت مقال عليا من خلال نعم اول مقال. اول مقال يعني مزيان وهذا قلت فنان مغمور وكذا لم تنصفه وسائل الاعلام الرسمي ولكن وكذا مقال راه مزيان. نعم. عرفت تما سي سامي عارف. نعم. سهل عليه الدكتور صلاح بومسمار سي الحسين العياطي تعرفت على ناس في مصر. نعم. يعني هذه اللي سمحت لي انني ندير قاعده جماهيريه ولو بسيطه. انا ولو بسيطه صحيح وكانت دقه دقه بيان سور دقه دقه الى بغيتي توصل عهد على سعيد مسكير. على سعيد مسكير. والحاجه الثانيه ان زعما يعني جائحه كورونا ساهمت اننا نجلسوا في الدار ونبدعوا. او كنت يمكن يلقوا لي لا بدات الاعاصات الحقيقيه ماشي الاوليه ولكن الحقيقيه. وهاد المشكل دائما الحاصل هو داك التردد. نعم. لان ميدان مخيف. صحيح. يكذب عليك كذاب سوء. نعم. المغنيين فنانه ميدان ليس بالسهل. نعم. خصو جرأه خصو تحمل خصو صبر وخصو القدره بمعرفه الامكانيات ومواجهه انتقادات. نعم.
انت عندك هذه القدره دابا احسن من الاول. لا احسن من الاول. كتقبل شي تعليق مثلا ما كنتقبل عجبك؟ كنتقبل التعليقات التي لا تكون قدحيه. نعم. نعطيك مثال، ملي كتجي مثلا حطيتي شي اغنيه مثلا كتلقى 1000 كومونتير كل شيء يا سلام صيفط ليك هذا. نعم. كتلقى واحد. نعم. يريد ان يتميز. نعم. ويخسر معك الهضره. نعم. ويقول شي حاجه. هذا ماشي انتقاد. نعم. ولكن ملي كيدخل عندك هذا اعرض عن الجاهل. الله يسهل عليك. ملي كيدخل عندك واحد مثلا الخاص يقول لك السي بدر راه عندك هنا هذه العربه هذه درتي كذا وهذا. هذا كيبغيك، هذا اللي دخل عندك بهذه الطريقه كيبغيك. فهمتيني اش كنقول؟ نعم صحيح. نعم. دونك هنا خصنا نفرقوا ما بين الانتقاد البناء وانتقاد الهدام. نعم. وبنادم كيبان ليه يعني الناس كتعرف ملي كتشوف مثلا الناس يجمعون على مغني معين، تلك الشهره مهما بدت لنا ولكن كيتسمى ناجح. صحيح. نعم. لان عنده قاعده جماهيريه وعنده وهي احيانا كيقول لك شنو دابا قبيله اللي قلتي ليك شحال من الاصوات اللي ماشي تنتما وهي مشهوره، ومثلا احنا قلنا مثلا الناس تبعوا قالوا صوتك مزيون ولكن كتبقى دائما كتشتغل في اجواء مغموره. والقاعده العربيه شنو كتقول؟ كتقول لك احيانا بانه ولا الصواب المغمور لا يقول لك الخطا المشهور احسن من الصواب المغمور. اكيد اذا كان خطا ومشهور ومشى بالشهره راه خدا طابع الصواب. اكيد احسن من الصواب المغمور. ولكن دائما نرجعوا لحنا من فنان مغمور بزاف وصوته رائع وشحال من واحد مشهور وصوته ربما في المعدل المتوسط ولكن واخد الشهره. دابا خصنا بزاف ديال الامور نعرفوها. واش كيبقى هناك ذنب على هذا الشخص هذا اللي كيكون مثلا او فنانه او عندها صوت زوين وتتخلي في الساحه بحال هادشي؟ راهي تا هي كتساهم في التكريس هادشي. نعم صحيح نورمالمون. ودابا عاود شنو كيقول لك؟ دابا المدافع على الحريات بين قوسين كيقول لك هي 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 مساله اذواق والذوق لا يناقش، بمعنى هادشي هذا اللي في الساحه الا كانوا كيسمعوه الناس فهو ذوق مجموعه من الناس. هنا الخطوره فين كتكمل. شفتي ربما انا القرار النقابه في مصر شنو عملت مؤخرا؟ جابت واحد اللائحه مجموعة من هذيك هذوما صافي ممنوعين من الغناء. ونضت الضجة كيفاش يتمنعوا ناس كيغنيو عنده جمهور ديالو. حنا كنقولوا عاود لا ثاني من مع احترامي لهم ولكن الحرية راه عندها حدود. صحيح. لأنك أنت كمغني ولا كفنان أنت راه كتعطي رسالة. صحيح. شنو مطلوب إذا في الفنان الحقيقي؟ لأنه في علاقته مع الجمهور الفن الجيد لأنه يكون أخلاق. نعم. يكون أخلاق. يكون متواصل. يكون خلوق دامت الاخلاق، يكون انسان يعرف كيف يتواصل مع الجمهور بشكل ايجابي، يسمع الانتقادات ويرد عليها بطريقه راقيه. وفي نفس الوقت حتى لو استجاب لنبض الشارع ولكن لا ضروره لذكر الفاظ ولا ذكر كلمات ولا. انا في نظري ان كل اغنيه يغنيها جيل فهي يعني ويزر انا كتجيني. صحيح. ودابا هنا هضرت يا خيبة راه على كل ما هو اخلاقي بين قوسين ونسيتي على 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 ما هو فني، ما هضرتيش على قيمه الصوت. اكيد قيمه الصوت الان نكونوا واضحين مع هذه التقنيات الحديثه وهذا العالم اللي دخلنا ليه، انا اؤكد لك ان اي انسان كيفما كان يمكن ان يغني. نعم. للاسف حتى الان دابا في السهرات الحيه لم يعد المغني يستطيع ان يغني بشكل مباشر. نعم. ايمن بلاي باك و... صحيح. وهذا غلط. نعم. لان ملي كتفقد داك الاحساس بينك وبين الجمهور، الجمهور باغي يسمع صوتك. نعم. التواصل المباشر. التواصل المباشر. نعم. لا يحب ان يراك كما راك في اليوتيوب وفي جميع المنابر. صحيح. نعم. ما هو الاختلاف؟ يريد ان يراك حيا. ملي كتحيد انت تلك الحياه لا يبقى الفن معنا. صحيح. هنا كنهضروا على بعض التجارب العربيه، ربما انهم اصوات ماشي قويه بزاف ولكن ناجحين. مثلا نعطيك نموذج هما مثلا يمكن متعاكسين بغينا نقولوا ولا متناقضه. مثلا إليسا، مثلا إليسا من اروع ما ممكن تسمع إليسا ولكن في الاستوديو صوت الاستوديو والاختيارة ديالها اختيارات ناجحه لانه الاختيار بعض المرات عرفت شنو غادي تغني، تسمع في المباشر في سهره مباشره داكشي ضعيف بزاف. ولكن مني تسمع استوديو ممتاز داكشي. كاظم الساهر ماشي امكانيه صوتيه كبيره ولكن فنان. كيعرف حنا نقولوا حنا خالد مثلا قبيله تيقولنا في الكواليس اكبر فواص في العالم. تفويصني عند خالد ولكن قوته في التفواص. هنايا كنقولوا بان اي فنان ربما تكون عنده نقط قوه ونقط ضعف.
داك النقاط القوه اللي كيستثمر والنقاط اللي كيعرف كيفاش يخبيها وكيعرف كيفاش يلعب عليها. فين مخبي فين مخبي كاظم الساهر؟ هو انه عمرهم الا حلوا شي واحد، حيت الا حلوا شي واحد هنايا غادي تبان واحد الفرشه في الصوت ديالو مزيانه، لانه يحترم امكانياته. يحترم امكانيات ديالو. المشكله في السنطيحه شي واحد ما يغنيش، ما سمعتيش كنغني وما سمعتيش كنغني والو، سي المعزه مروحه، اسمع احتراماتنا ولكن على العموم فهمتي كيفاش فعلا. هنا كنهضروا على خالد مثلا يعني ديال الشو اللي كيكون في الحلبة كيحس بانه يمتلك الحلبة، هذه قوته الكينغ. الكينغ ما كاينش فيها، والعكس صحيح، كاين فنان ما كيقدرش. صحيح. شنو غنينا من خالد؟ يلا دابا انايا دابا الحاجه ديال سلم عليه خلق على هياك يقول مثلا الشعبي. نعم. شنو تستحضرنا من خالد؟ يروح علاش تلوموني. يلا علاش تلوموني. يلا علاش تلوموني، علاش تلوموني، علاش تلوموني قلبي بغا، وكرهتوني 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 على جلها، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش نحول الحب الأول. يا ربي وما بقاوش إلا حباب، وما بقاوش إلا حباب، لا تسر معاهم لا عيش وحدك يا شاب، عيش وخليه. لا دوا بدر العبودي مستمعينا الكرام، تحيه ليلو وتحيه لكل اللي متبعين معنا هذا الحلقه. احنا معكم دائما في جلسه فنيه، الساحه الفنيه عموما الشبابيه شفنا انه مجموعه من الاصوات، ما نقولوش مجموعه من الاصوات، نقول مجموعه من الفنانين، مجموعه من الفنانين وصلوا دابا الاغنيه المغربيه، ولات كتغنى دابا الشبابيه كتغنى في عربيه. كان في واحد الوقت في علاقتنا بالاغنيه عموما كنتسناو داكشي اللي غادي يجينا من مصر، شنو غايجينا من لبنان، شنو غيخرج محمد فؤاد، شنو غيخرج ايهاب توفيق، شنو غيخرج طبعا شنو غيخرج مصطفى قمر، شنو غيخرج عمرو دياب. عمرو دياب بوحده، عمرو دياب بوحده، هكذا حاجه بوحده، عالم ثاني. صح، ماشي شي صوت كبير ولكن هضبه يا صاحبي. اختيار كنا من لبنان كنتسناو شنو غايجيب لنا راغب علامه، شنو غايجيب لنا ربيع الخولي، شنو غادي يجيب لنا نجوى كرام، شنو غتجيب لنا دابا لا كنتسناو شنو غايجيب لنا سعد المجرد، شنو غادي يجيب لنا حاتم عمور، شنو غايجيب لنا بدر سلطان، شنو غايجيب لنا زكريا غفولي. تبدلت شويه، شنو غايجيب لنا زهير بهاوي، تبدلت الموازين، رجعت حتى حنا علاقتنا بالاغنيه المغربيه حتى كشابه نكونوا متفقين مع التوجه، متفقين شي هذا موضوع يخطط الاذواق، ولكن كيبقى بانه ما بقاش كيهمنا داك الشيء اللي غادي يجي من الشرق. لا لا ما بقاش كنتسناو تامر حسني شنو يخرجنا، كنتسناو سعد المجرد شنو يخرجنا. هذا هو الواقع الذي لا يرتفع عليه. هذا واقع. انت كيف كتشوف هذا الانقلاب في انتظارات الاغنيه من بعد ما كنا كنتسناو شنو يجينا من الشرق، كنتسناو شنو يجينا من وسط الدار؟ مساله هذا الانقلاب الاخ العزيز هي مساله فتح اسواق. واحد الوقت كان السوق ديال الشرق العربي طاغي كما قلتي. الان مع هذا المزيج ديال دول شمال افريقيا، صابر الرباعي كذا، هذا دخلت واحد الموجه جديده. صحيح. اللي اثرت في المنظومه الفنيه في العالم العربي. وسعد المجرد جاب شكل من الاشكال للتغيير اللي جا مخالف، اللي حافظ فيه على التوازنات الشرقيه وفي نفس الوقت عطى المكانه لدول شمال افريقيا مع لمسه غربيه. صحيح. خلى الناس يعني كله يعني بانت ديك الغرابه عجيبه جدا. صحيح. كتبر ما هو شرقي، تبر ما هو غربي، تبر ما هو مغربي. تماما. ممكن في كل الاشياء، مع احترام كل الاشياء، حتى في اللي رديتي مثلا انا النهار اللي شفت مثلا الكليب ديال سعد المجرد ديال انت معلم. نعم. يلا بان. نعم. قلت لهم هذا غيقلب موازين. صحيح. نعم. جاني غريب في اللبس،
في الطريقه ديالو هو كشكل مقبول جدا. نعم ديالو هو الطريقه ديال لا التمثيل لا كذا. الصوت صوته لا كاين هذه صوته لا يناقش صوته لا السيد كما كيقولوا رضاع الفن رضاع الفن لا السيد ولد الموسيقى بشير عبدو ولد المسرح في البدايه بيان سور دونك لقى واحد العوامل صبر ونال ونال بقوه حتى النجاح ديالو خفت عليه يكون مفزع. نعم لان بعض النجاحات قد تدمر اصحابها في فتره من الفترات ان لم يتم يعني التحكم فيها. صحيح. والدليل يعني بدون ذكر شنو واقع تلك الموجه اللي دار سعد المجرد خلت الناس تمشي على المنوال ديالو حتى لو بعض حاولوا بعض المغنيين العرب محاكاته في بعض الاغاني ولكن ما نجحتش. اه والو صحيح ما نجحتش. دابا سعد المجرد ولا علامه فارقه ستيل مشى مثلا كنهضروا على زهير بهاوي علامه فارقه ديالو ستيل فيه شويه ديال الراي شويه الار ام بي شويه زوين التويشي ديالو هو عاوتاني غفوري مشى التراث لعب فيه مزيان مشى زوين يعني هادو رجعوا هضاب ورجعوا قمم وكنشوف انا امثله مشرفه هذا لا يعني انني لا اشرف باقي الامثله الناجحه صحيح ولكن مع بعض المؤاخذات اما هادو يعني كيجيني دابا اسماء مطلوبه بيان سور بلا ما نساو الستيل مثلا ديال حاتم عمور نجح الالبوم الاخير اللي قبل من هذا كل الاغاني ديالو ناجحه جميل جدا علاش يا ليل مثلا نشوف اسماء المنور مدرسه اسماء المنور في الحقيقه مدرسه هاد الاهرام خدموا بواحد الشكل معين والنقطه القوه ديالهم انهم فكروا في ايجاد ستيل معين لكل واحد. نعم ما مشاوش للمحاكاه مي كديرها كيخلق كان في واحد الوقت كيجي من الله باش ناخذوا الشهره خصنا نغنيو بالمصريه لا 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 هو العكس صحيح ولا دابا المصري كيفكر يغني بالمغربيه كيشوف لان المغربيه ضاربه في الاسواق العالميه صحيح انا نعم غنسمعوا مولات الفولار واخا يلا على بركه الله هاد الاغنيه هادي مع من تعاملتي فيها هادي مع الدكتور صلاح بومسمار في الكتابه والتلحين وفي التوزيع الموسيقي عاده مع الاستاذ المبدع الحسين العياطي نعم والغناء صورتيها بشكل مقتضب كانت في درناها في يعني الودايه اعتقد في الودايه كانت عيف اليامات ديال كورونا نعم ولكن هي كاغنيه دارت يعني بفكره ديال الدكتور صلاح بومسمار قال لي نديروا هذه الفئه ديال مولات فولار وحجاب وكذا قلت لي علاش لا وسمعت الموسيقى ديالها زوينه وتخدمت مزيان يلا مولات الفولار بصوت بدر العبودي ضيف هذا العدد من جلسه فنيه شعلتي فيا نار يا مولات الفولار دوك العيون الكبار صافين كيف البلار شعلتي فيا نار يا مولات الفولار فين كيف البلاط قلبي مش روحيني بزاد وكرايني صبري تقاضى وناري ما عرفتاش ندير قلبي مش روحيني بزاد وكرايني صبري تقاضى وناري ما عرفتاش ندير مولات الفولار بصوت بدر العبودي دائما في جلسه فنيه ودائما على ميد راديو باش تكون فنان ناجح في المغرب شنو خصك اخي نتينا دابا بمعنى انه نبداو باش تنجح هذا سؤال تغراس في الاول قلنا شنو المقومات الفنان دابا غاتينا باش تكون ناجح باش تكون الناس كاملين كيعرفوك باش يعيطوا لك المهرجانات باش تبقى في التلفزيون باش هلالاي باش القيامه باش دير البوس باش بدر العبودي شنو ناقصه شنو خصو على حسب مثلا الى الناس امنت بالفن ديالك وبشخصيتك وكذا اكيد تحبك حتى لو تعطلت الامور مزيان خصك تعرف ولكن انت معطل دابا خايب بيان سور معطل معطل الناس جاو من موراك عملوا اغنيه واحده صافي وقطعوا الغرض فهمتي كيفاش خصك بحال هاد الفرص نعم مثلا الفرصه ديال ميد راديو راه فرصه ذهبيه نعم بكل صدق نعم لان تقدر في يوتيوب يكون عندك لي فيو كذا ولكن ميد راديو ولا
محطة لها مصداقية ولها أذن يعني استماع كيكون نسبة استماع كبيرة كتعطيه ملي كيسمع الناس مثلا مثلا جدي نيمبورت كوا مثلا كيسمع أغنية مولة الفولار في الطاكسي شكون كيغني هاد مولة الفولار كذا مثلا يقلب عليك كيبقى يقلب وي صحيح كتستهويه نعم وكاين كتولي الأغنية كلما سمعتها كتولي كاتشي يعني كتولي مضروبه في الدهن تقدر انت تغنيها دابا دايزك حالتي في انا مثلا بحال مي كتسمع شي اغاني حتى لو كانت مستوى ديالها هذا كتولي تادي وتقول ناري اش كنقول نعم التاثير هنا يخصك بزاف الناس خصهم يعرفوا بانه القيمه القيمه الاغنيه كدوز في الراديو تماما راه احسن بكثير احسن بكثير انا كدوز في اليوتيوب يعني انا كنتفرج الراديو ما عاود عنده حوايج اخرى عنده حوايج اخرى وكيكون يعني عنده نسبه استماع اكثر صحيح. يعني اليوتيوب تقدر تدخل مره كذا خصك تخدم على القناه بالاموال طائله تقدر صحيح. مثلا دابا انا مثلا لو بغيت نشرب واحد الطريقه مثلا مول نعم نشد واحد اغنية مولة الفولار نسجل لي واحد الكليب زوين نزل فيه واحد 3 المليون نعم 3 الكيلو 4 غتبقى لي فيو كذا اشهارات صحيح مزيان هذه طريقة سريعة هذه واحدة أخرى الطريقة اللي مزيانة هي أن تعرف في الراديو هنا وهذه وهذه وأنا دائما كنقول مهما تأخرت مي كتكون الحاجة في السكة الصح كتجي اجمل نعم صحيح وهذا يمكن ما صار مجموعه من الفنانين وصلوا لواحد الشهره القدام ماشي دابا اكيد بحال هكا في المسار الفني ديالو كيغني بزاف ولكن كتجي واحد الاغنيه مفتاح اكيد اكيد مره اخرى غنعطي هذا المثال ملي كنهضروا على عاصي الحيلاني عاصي الحيلاني فهمت شحال غنى ولكن شنو المرحله الفارقه وجات واحد الاغنيه مفتاح اللي هي واني مارق مريت جنب ابواب البيت كانوا سكان وعبواب ما في حد لقيت رد علي حيطانه تمك عرفنا بهذاك بحال لي شي موكليش شي كلمه مفتاح صابر الرباعي عرفت شحال بقى كيدندن في تونس فهمت شحال بقى كيغني في تونس وفي الاخر يدندن مسكين محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه قال له خصك تمشي لمصر ملي مشى لمصر فهمت علاش شحال دندن في مصر والو والو ولكن مني لعب على الله الله يا بابا على التراث التونسي وداروا في طريقته نجيك نزور يا بابا كانت هذاك مفتاح الشهره ديالو فهمتي كيفاش ما ضروا وقيس على ذلك وهادو مع احترامي الكلام خالد فهمتي شحال غنى قبل ولكن شنو المرحله الفارقه هي ديديو ديديو داك الموسيقى رجعت عالمي بما هي اريم بما وراي ما هو العجب والبنات في الشكل وهو داك الميلونج وديك اللعيبه هي من جنه 92 ديدي فهمتي كانت دارت باش نقول لك ولا وفعلا وهذا الفنان اخي العزيز تاسيس الفكره ديالك واللي حقيقيه هاد الفنانه واخا تسناو الفرصه ولكن فنانه صحيح فهمتيني نعم انا ما كنبغيش نقول كما يقال بطل من ورق نعم كاينين ابطال من أو من ورق نعم انت راك فاهم نعم صحيح انت كتسنى هاد الاغنيه المفتاح اكيد اكيد كنت نعم. شنو المقومات ديال هاد الاغنيه هادي انا ما نعرفش لان مثلا ملي كنكون كنهضر مع مثلا الموزع الموسيقي وتناقشنا في هاد المساله قال لي انت كتجيك شي اغنيه انت قلتيها عيا كتضحك نعم كيقول لي تقدر هي اللي هي اللي ممكن تكون قال لي انت مثلا ملي كتطرح مثلا اغاني في السوق كاين شي واحد مثلا يقول لك نسمع هي المهاجر يمكن نسمعوها اغنيه تتعبر لي على الهجره وكذا والعمق والاسى وتعجبو كاين واحد تعجبو من اهاتي صحيح تعجبو تقول لك من اهاتي حبيتك تتلمس فيه شي حاجه ودائما كنهضروا على ان هذا الشيء كيلمس شريحه من الشرائح ديال المجتمع ولكن اللي كنأسسوا ليه خصو يكون الذوق حاضر ما يكونش نيمبورت كوا كيتغنى هذه مشكله هذه مشكله نعم الاغنيه دابا شنو هي هي كلمه واحده تعاود واحد الكلمه باش تدخل لك بالك واحد الروفران خصو يكون عندك مزيان مسبوك مطرز وما مطلوبش الصوت وما مطلوبش الصوت الصوت اخر ممكن احيانا مع احترامي لبعض الفنانه كتسمع صراخه نعم. صاحبي كتسمع الغواء نعم. وفينا هو المقام وفينا هو فينا هو تحسس بان في داك الشجن تغنيه صحيح وكتلقى اصوات اللي ربما ناقصه شويه واخده واخذ حظ من المهرجانات واخذ حظ من الحفلات من نسبه المداخل اليوتيوب أكيد. المقارنه مع اصوات عاود هي في نفس الموجه مثلا صحت تجربه محمد عدلي واحد من اقوى الاصوات اصوات جميله جدا محمد عدلي الراي الشكوري طرب كما كيجي يقول لك الرفاق حائرون يتساءلون في جنون حبيبتي من تكون يقدر يجي يقول لك ما صدقتيش وما فهمتش نقول لك ولا هنا انا عاوتاني كنهضروا على مساله مهمه نعم هي القبول نعم كاين اللي ربي عطاه القبول مع احترامي ليه يمكن دابا نحطوا مثلا كبعض العرب هذا راه كيجيني قوه من سعد المشرط
هو محمد عدلي رهيب طبعا نهضروا بكل سر ولكن ملي كتجي كتلقى سعد المجرد واحد الحضور شي حاجه ما عرفش بحال اللي هو معروف هذه المساله ومحبوب وعنده جمهور ديالو عنده جمهور ديالو ما بقيناش كنهضروا يعني ماشي عنده جمهور في العالم الرقمي ديالو صافي تغنوا في طاجيكستان صاحبي كلشي في الهند وانت معلم صافي راه مليار دابا راه كنظن ضري دقات عليها طبعا وانا ماشي ساهل هو في الاول انا ماشي ساهل غضحك بيا غضحك شحال من اغنيه كنغضحك كنقول لك واحمد شوقي اللي كان في البدايه شنو غنى بزاف احمد شوقي ومن بعد مني غنى الحف زمان نضرب الخلا الله يرحم قيس وليلى وهذيك ديك الاغنيه هذيك اللي عطاتو شويه الشهره عاود هنا غنهضروا على مع احترامي لاحمد شوقي والاحترام له احمد شوقي ما عرفت ما يقال في لغه نعم. الدهاليز انه نعم. تخلى عليه رضوان نعم هذاك المنتوج ديال رضوان بكل صدق صحيح عاونوا رضوان يعني عاونوا جدا ولكن عنده شي حاجه ديالو لكن الطبع ديال رضوان ملي كتكون معول على شي واحد يوقف معك ملي كتلف تقدر تكون كتعندك شي حوايج فقدتيها وانت معتمد على شي واحد فهمتي على العموم كيبقاو مجموعه من الشباب نكونوا متفقين معاهم متفقينش معاهم كيعجبونا الاغاني ديالهم ولا ما كيعجبوناش ولكن هما ناجحين خدموا على راسهم سهروا الليالي كيف ما كنقولوا اشتغلوا على اليوتيوب اشتغلوا على مواقع التواصل الاجتماعي الاسماء ديالهم وصلت ولات عربيه وعالميه سعد المجرد دابا لحد الان ليس بفنان عالمي ولكن غدا يكون فنان عالمي عنده كل المقومات مثلا المليار في غينيس ما بقى لي والو صحيح نعم وعنده الامكان يغني بالفرنسي ويغني بالمونغلي ويغني هنايا كنمشيو عندك ليكيب ديالك اللي كتشتغل معاك انت اخي بدر اللي غيقولوا ملي كنقولوا ليكيب ولا فريق عمل كنهضروا على الاستراتيجيه واش عاملين الاولويات واهداف خصنا نوصلوا ولا باقيين غافل الهوايه ما نقولوش هوايه وما نقولوش عاوتاني انه كاين فريق متكامل ولكن الفريق الاساسي اللي عندنا هو داك الفريق المتكون من ملحن وكاتب كلمات في المستوى رائع وموزع موسيقي بمواصفات راقيه والمغني لعبد ربي هذا الفريق ديال الانتاج ديال الاغنيه ديال يعني المنتوج اما شنو نقول لك دايرين فريق ديال اليوتيوب ولا فريق ديال الفيسبوك ما كاينش والبحث على تجارب واحده اخرى قلنا مثلا جربنا مع ابو مسمار راه ممكن ناخذوا الكلمات عاود واحد اخر اكيد اكيد لما يكون الرهان على ما نقولوش اسماء دابا نقولوا بانه كاين بعض كتاب الكلمات اللي الكلمات ديالهم كتكارطوني كيف ما كنقولوا فهمتي ملي كيكتب كيقول هادي من غنعطيها البطره راه غتهز تيكتبها لك باش نقول لك ولا واش عرفتي كيفاش نهضروا انا نهضروا على المساله هذه اللي هضرتي عليها قبيله ان الا قديتي عندك دو صور ديال الانتاج اما تمول تحط فليسات تشهر فيه دابا عندك القابليه تنزل فلوس ولا ما قادش بكل صدق نعم تحط ديسك ثلاثه سيترو كوميم واما بحال هاد القضيه مثلا نشوفك في راديو مره تبان في التلفازه مره كذا شويه الناس كتشرب شويه حيت عاوتاني ملي كتنطلق داك الانطلاقه ها خصو يكون عندك البديل في الانتاج نعم لان ملي كتهضر على سعد راه من غدا يخرج لك ديسك اخر صحيح ومقبول نعم صحيح علاش لان صافي دار سميتو صافي يغني اي حاجه غيغني بدا بنادم واو دايره في الطوموبيل زاد مزيان بخير نعم ولكن انت باش ما مشهورش خصك تضرب الاول وتسنى شي شويه يكون داك الشيء في مستوى متواتر بمنحة تصاعدي صحيح ويلقى بان اغنيه ربما انه اغنيه نعطيها لك انا انت غتغنيها او لا غتعطيني هذه الاغنيه انا ما غتنجحش غتعطيها لسعد وغتنجح وماشي حيت كان سعد اقوى مني حيت هي تساعد فهمت شنو نقول لك هي تساعد هو عارف لها فهمتي هو غيعرف القوالب ديالك كيف ما كنقول انت معلم كل من كانت غتعطى نعم الاسماء المنوره في الاول انا ما نتصورش اسماء تنجح لا والو هذا النجاح هذا صوت صوره داك الباكيج كامل داك رهيب البساطه ديال الكليب اختيار العارضات اختيار الناس الاجيال هذا راه صحيح مرعب الفكره تاع الصوره كتعطيك بزاف امير رواني كان متالق في هذا قد ما هو داك السهل الممتنع هذيك هي الصعيبه هي الفكره البسيطه كيفاش ممكن انك وكاينين الناس اللي كيصرف فلوس بزاف على كليب معين والكليب كيتختزل دغيا نعم من الاصدقاء عندك انت من اسماء معروفه اصدقاء ديالك مثلا سمع لك شي واحد من هاد الفنانين شي مره مثلا انا كنتواصل لانني انا منخرط في العضو من جمعيه نادي الفنانين نعم غريبه ديال
الغاوي استاذ عبد العالي الغاوي نعم. وكنجلسوا في النادي وكذا، وبعض المرات ملي كنغني شي حاجه ولا ده كنصيفط للسي عبد العالي انوار للبوت تاع المجرد كنعرفو حتى هو نعم سي بشير عبدو. سي بشير عبدو الله يطول في عمرو كنصيفط ليهم كيعطيونا الراي ديالهم كذا كذا، يعني كنستانر بهم لان ملي كتهضر على البشير عبدو ما شاء الله راه صوت مرعب طبعا. عرفنا دابا سعد منين جا. لا ماشي نعم الحضور للخشبه ديال الحضور الام ديالو الام ديالو ماشي محمد الحضور وسمعت ان سعد ان شاء الله باغي يدير تجربه ديال التمثيل. نعم عملها في احلام نسيم و... ماشي بقوه دابا باغي ياخذ دور دابا شكل اخر بغى شي مسلسل يتبع على المستوى العربي مغربي يتبع على المستوى العربي راه سعد المجرد دابا. نعم قلت لك زعما كاينين يعني فنانه كنتواصل معاهم مع الاستاذ سعاد حسن. نعم رائعه كان داك الملتقى كيسمح لينا باش نتلاقاو مع نعرفوا الناس ويعرفونا ونستافدوا من الخبرات ديالهم. نعم هذاك بطاقه الفنان اكيد حصلتي على بطاقه الفنان. لا ماشي ديال 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 النادي عندي والفنان هي في الوزاره قريبه ان شاء الله طلبتها بيان. طلبتها حيتي شي حفلات مثلا شي مره قدام الجمهور ما نسميوش حفلات نعم. ولكن كنت كنغني يعني نعم. بكل صدق يعني كتغني في نوادي ليليه نعم. كذا نعم. سي نورمال نعم. يعني كيعجبك تحيد داك لو تراك كذا تلام خوتي التجربه هذه بيان سور نعم. غا على لو تراك ولا على الفلوس اخي باض ونكون صادق معك نعم. ما عرفتش تيقني ولا لا نعم. ما على لو تراك فقط لا ما كنخاف لان الا دخلت في مساله ديال الفلوس غنحشر راسي تما ما نخرجش. نعم دابا انت دابا من حد الان دابا الفن ما عملوش من الاولويات ديالك عاملوا بان كاين واحد للمتعه فقط للمتعه كنحس بنوع من الغيره. نعم ملي كنشوف اصوات مثلا الان كنبدا نتحسر كنبدا نقول هل انا ادنى مستوى من هؤلاء مع احترامي لمستويات. نعم صحيح هو الواحد كيثقات في راسه وكيقول لا واش انا عندي صوتي خايب. نعم واش ما يمكنش نلقى لي مكان هنا. نعم ما يكونش عندي رساله زوينه في الكلمات الالحان في الاداء. نعم دونك علاش ما نخوضش التجربه يلا على بركه الله. ولكن هادشي انا نقول لك راه تو الفن راه واحد المساله مهمه ما هضرناش عليها هي مساله الحظ. راه تقدر تكون عند كل شيء وما عندكش اذا غاب عنك الحظ يرتاح. اذا الحظ واحد قالوا له لماذا انت ممثل ناجح قال لهم لانني انسان محظوظ ما قال لا انا عندي الموهبه ولا قال لماذا انت ممثل لانني محظوظ. كتعرف اخي هشام اصاله نعم. عنده حل الاخت صوته مرعب صح ولكن ما عندهاش الزهرد اصاله عندهاش الزهرد نعم صحيح وقالت لهم قلت لهم ودي صحيح خجوله وكذا صوتها ما قدرتش تخرج. نعم للاسف ولكن حنا ما نديروش الشماعه على بالعكس الانسان تيبحث على نفسه خلال هذه المنظومه العالميه اللي تبدلات صحيح اللي الاذن تغيرات الموسيقى تغيرات ما تهضرش على جيل الثمانينات دابا راه جيل عجيب بحال جيل واحد اخر السرعه الجيل ديال المواكن ديال الماكينه زعما الماكن ديال ما بقاش كيتاثر بما هو موسيقي صحيح عايش دابا شي شويه نعم انت دابا باش كتعيش بمعنى باش عايش فعايش معنا دابا قلنا بانه الفن راه ما كيدخلش موظف في اداره التعاون الوطني اداره التعاون الوطني حصلتي انت على قلنا اجازه في الدراسات الاسلاميه نعم وقريت في الصحافه في وكاله الصحافه والتنشيط نعم كازا نعم ودابا في علم النفس في علم النفس علم النفس فايتش من الجامعه لا ابن طفيل القنيطره ابن طفيل شنو كيوجد دابا بدر العبودي مع ليكيب اللي عنده شنو كيوجدوا ليكيب اخي ان شاء الله كنوجدوا بعض المشاريع ان شاء الله فنيه يعني باغي نديروا واحد باكيج كبير ديال الاغاني وغنحاولوا ان شاء الله ندخلوا في هذه المساله ديال التمويل نعم لان اي لو فو ما عندك صحيح خصك تضبط سي نورمال واما غتبقى استثمر معاك سي نورمال دابا كتشوف الا كان شي واحد شي بروديوسر ما كرهناش نعم. ما كاينش غن باش تخوض التجربه باش تخوض الا ما خطياش غتبقى تعطل على ثاني الانسان كاين اللي كيصرف الفلوس في البدايه يقلب على شي مونتيج ولا كيصرف هو من جيبو اكيد اكيد كتسمع اخرى انا هاد الاغنيه طاحت لي ب 8 المليون كاينه فاش نقول لك وكيلوحه شنو غيدخل منه والله ما نعرف اكتشافات اليوتيوب المداخيل ومجموعه من الامور غنختموا باخر اغنيه المهاجر بها غنوكل المستمعين اكيد اكيد على امل لقاء بهم الاسبوع المقبل ان شاء الله بعدا شكرا بعد جزيلا نعطيك اخر كلمه تقولها الكلمه الاخيره شكرا للراديو اللي احتضنني مرحبا بك كل صدق وصلنا او لم نصل المهم تحسب شهاده كبيره لله ان راديو رائع جدا واحنا ما جاتش علينا بانه نشوفوا مجموعه من الناس يتبعوهم في مواقع التواصل وحاضرين وكيغنيوا ويعملوا لي كوفر وكيشهدوا
وكيحاولوا يسجلوا اغاني باصواتهم ويصرفوا ما قسم داكشي اللي ممكن ياخذوا من سي نورمال من قوت يومي ديالو باش ينزلوا هذيك وما نستضفوكمش هنايا كيبقى هذا واجب علينا في هذه الاذاعه جميل جدا وتحسب لهذه الاذاعه الراقيه الاذاعه اللي بصوتها مسموع وعندنا اصدقاء بزاف برا يعني متبعينا وفرحانين بهذه الاذاعه وكيشوفوا ان المنتوج الاعلامي اللي فيها راقي جدا لي طابو ما كاينينش كاين بزاف الاشياء مواضيع رائعه الناس كيفرحوا بها بزاف تقربت المواطن بزاف من اهتماماته من مشاكله من كل شيء وهذا شيء جميل يحسب لها هذا ليس تملقا ولا مجامله كذا تحقيقا للحق حقيقة اخي بدر وكنشكرهم جدا كنشكر الاخ والصديق سامي عارف تحيه ليه اخي اللي خطي كنشكركم بشكل شخصي مرحبا وان شاء الله عليكم انسان دميت الاخلاق تواصلك رائع سواء في كنتواصلوا في الواتساب وهذا ان شاء الله ولهلي حشمنا ونتمنى ان شاء الله نجوب مره اخرى ونكونوا باكبر قدره باذن الله واكبر شهره ان شاء الله ان شاء الله بحول الله مرحبا بك والراديو ديالنا ليس للمشاهير فقط قد يكون للناس كذلك في البدايات الفنيه ديالهم ومجموعه من الناس هما من المشاهير دابا يمكن اول ظهور اعلامي ديالهم او اول حضور ديالهم في شي اذاعه كان في هذا الاذاعه اذاعه ميد راديو الصحضير مجموعه من الاسماء الصحضير احمد شوقي اول ظهور ديالو نقول تقريبا في البدايه كان معنا هنايا الصحضر مهدي مزاين كذلك البدايه ديالو كان معنا هنايا واسماء واحده اخرى ونتمنى نكونوا الفل حسن عليك كذلك اخي لا شك في ذلك ونشوفك ان شاء الله متالق وتمشي في هذا المعركه معركه الفن الداخل مولود والخارج مفقود وامل ان تدخل مولودا وتبقى دائما مولودا في هذا المجال حياكم الله مستمعينا الكرام باغنيه المهاجر بصوت بدر العبودي اللي كان معنا ضيف هذه الحلقه كنودعكم الامل اللقاء بكم الاسبوع المقبل دائما في جلسة فنية ودائما على ميد راديو مع كل الشكر والاحترام والاعتزاز صديقي وعزيزي هشام بوزروال اللي كان وراء تصوير هذا الحلقة وإخراجها كذلك بالصورة وتحية لعايدة الشرادي كانت معنا في إخراج هذه الحلقة عبر الأثير وما ننسوش كذلك تحية لعبد الرحيم السابقي الذي صهر على على توضيب ومونتاج هذه الحلقة حتى ترونها بالصوت والصورة ليلتكم سعيدة في أمان الله والحب اللي سنين هذه لحظة يزول إخوان كان يبقى قلبي حيران قالوا لي نسافر حبيبي هاجر حرام ايش عملت لي ربي اللي عالم شحال انا صابر خدني معك الله يخليك